السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. ما مخارج الحروف وما ألقابها وما صفاتها وما فائدة معرفتنا لذلك في حياتنا اليومية؟ ما مخرج الضاد في العربية وما صفاته؟ وكيف نفرق بين الضاد والظاء؟ سنناقش ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العرب بعنوان الأصوات اللغوية بين علماء اللغة وعلماء التجويد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، موضوعنا هذا الأسبوع بعنوان الأصوات اللغوية بين علماء اللغة وعلماء التجويد. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جاليسون التركية، حياكم الله دكتور. حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول الدكتور يحيى الغوثاني الباحث في الدراسات القرآنية، حياكم الله أستاذنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. بك. نبدأ منك إذن أستاذنا دكتور حمدي، ما الصوت اللغوي ولماذا خص بهذا الاسم اللغوي أو الصفة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة تتكون اللغة من وحدات مختلفة، منها وحدات كبرى وهي الجملة مثل زيد يصلي في المسجد، ووحدات أقل من ذلك زيد وحدها وحدة يصلي وحده. الجملة يتعامل معها علم اسمه علم النحو، لو قلنا زيد يصلي المسجد يتعامل معها علم اسمه علم الصرف. لو أتينا بزيد يعني الكلمة الصرف، الكلمة من حيث بنية الكلمة، من حيث الصيغة صرف، صرف من حيث المعنى معجم. نعم. المعنى الوضعي معجم، والنحو النحو جملة تراكيب، يعني تراكيب. نعم. ولذا يسمونه في اللغة الإنجليزية سينتاكس تراكيب. وهذا ما تعامل معه علماؤنا القدماء أصلا، مثل سيبويه والمبرد وغيرهما في كتابات النحو. نعم. نعم. زيد، لو أتينا إلى كلمة زيد نجدها تتكون من نوعين من الأصوات، الزاي بعدها فتحة بعدها ياء بعدها دال. النوعان هما أصوات صامتة اللي هي تسمى الحروف، مثل الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء، وحركات، الحركات الفتحة الكسرة الضمة، ألف المد واو المد ياء المد. هذه في الأصل حركات عند المحدثين وعند علماء العربية القدماء مع بعض الاختلاف. الصوت في الناحية اللغوية هو جرس الكلام، الجرس من صات يصوت أو صات يصات، جرس الكلام يعني صوته، يعني جرسه أي صوته. نعم. صات يصوت فعل يفعل، مثل نصر ينصر. صوت يصوت، صات يصات من باب فعل يفعل، مثل خاف يخاف. أصل صوت يصوت، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا على نظام فرح يفرح، يعني هذا الباب الرابع. نعم. حتى يكون المشاهد على بين. أما من حيث التعريف عند القراء، الصوت اللغوي هو هواء يتموج بتصادم جسمين، هواء يتموج بتصادم جسمين. جسمين، الهواء يخرج من الرئتين ويمر بالقصبة الهوائية إلى أن يصل إلى المخرج. المخرج طبعا في القصبة الهوائية إن كان مجهوراً تذبذبت الأوتار الصوتية، وإن كان مهموساً لم تتذبذب الأوتار الصوتية. يصل إلى المخرج إن كان شديداً اللي هو يسمى انفجاري، يغلق المخرج ثم يفتح فجأة فيحدث صوت انفجار. الانفجاري صفة إن كان الشدة. احتكاكي. نعم. الشدة. نعم. إن كان احتكاكي المخرج لا يغلق غلقاً كاملاً، ولذا يمر الهواء مع الاحتكاك بالمخرج فسمي احتكاكياً أو رخواً. رخواً. نعم. نعم. سبب الموضوع. هذه الصفات. وهذه الصفات اللي هو الخروج. أنا لا أريد أن سنأتي عليها. نعم. أيضاً. أما بوصفه لغوي. لغة. لأنه في أصوات أخرى يخرجها الإنسان، مثلاً المصمصة. النحنحة. هذا لا يدرس علم الأصوات اللغوي. وإنما يدرس في الأصوات الفيزيقية أو ما شكل ذلك. لكن النحنحة والتأوه والمصمصة هذه أصوات لكنها ليست لغوية ولا يدرسها
علم الأصوات. نعم. نرحب مجددا بدكتور يحيى الغوثاني، مرحبا بك دكتور. إذا ما المخرج الصوتي وكم عدد المخارج في العربية سواء عند اللغويين أو عند علماء التجويد وهو اختصاصكم؟ حياكم الله وبارك الله فيكم. المخرج عند العلماء هو مكان خروج الصوت الذي تحدثنا عنه. الصوت كما تفضل الأستاذ هو تصادم بين جزئي النطق. المخرج هو المكان الذي يتكون منه هذا الصوت أو يخرج منه هذا الصوت. فالمخرج عند الإنسان في الحنجرة تكلم عنه علماء اللغة وتكلم عنه علماء التجويد وهم متفقون في هذا التعريف، ولذلك نجد أن علماء اللغة تكلموا في المخارج وقالوا قال بعضهم إنها 17 وقال بعضهم إنها 16 وقال بعضهم إنها 14 مخرجا، ولكن المعتمد الذي اعتمده علماء التجويد هو ما ذهب إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي بأنها 17. ولذلك الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. يعني الإمام الجزري رحمه الله سار على رأي الخليل، اعتمد على رأي الخليل. نعم بالضبط. طيب ما نأتي الآن إلى يعني اختلاف اللغويين وحتى القراء، منهم من جعله 14 مخرجا، أين الاختلاف دكتور يحيى؟ نعم، هذا الاختلاف يعني هو اختلاف لا يحدث في الأداء مشكلة طويلة. بعضهم جعل مخرج الجوف مخرجا مستقلا، وبعضهم لم يجعله مخرجا مستقلا، وبعضهم جعل حرف اللام والراء والنون أيضا من مخرج واحد، وبعضهم جعلها مخارج مستقلة. والحقيقة إن المتأمل في هذه المخارج بطريقة علم الأصوات الحديث والمدقق فيها بشكل دقيق جدا يجد أن لكل حرف حقيقة، لكل حرف مكان وحيز يخرج منه، ولكن التعريف عند العلماء سواء كان علماء التجويد أو علماء اللغة يكون على التقريب وعلى النسبية. نعم نعم نعم. دكتور سعود إليكم جديد، حتى دكتور حمدي، حتى علم التشريح الحديث الآن أثبت صحة ما ذهب إليه الخليل بن أحمد في موضع المخرج بالضبط. نأتي الآن دكتور إلى ألقاب الحروف وعددها. يعني تتشابه هذه الأمور مع المخارج، يعني ألقاب الحروف أو وهذه لقبها أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولذا نقولها سريعا حتى يكون المشاهد الكريم على بينة معنا. يعني هذه الألقاب، اللقب الأول يسمى مثلا الحروف الحلقية، اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، لأنها تخرج من الحلق. هذا عند علماء العربية القدماء، لأن الحلق عندهم ما شاء الله، وإن كان المحدثون قسموه ثلاثة أقسام، لا ندخل في هذه التقسيمات الآن. اللقب الثاني يقولون حروف لهوية، لأن مخرجها من يبدأ من اللهاء، هي اللحمة المشرفة على الحنجرة على القصبة الهوائية والمريء اللي تمنع دخول الهواء أو الطعام إلى القصبة الهوائية، اللي هي القاف والكاف. الحروف الشجرية، معذرة نحن نقول الحروف تبعا لما سماها علماؤنا القدماء شجرية، الشجرية بسكون الجيم، لا مصطلح حروف. المحدثون يقولون أصوات. نعم، وقالوا الحرف ما هو إلا رمز كتابي، لكننا نسير على مصطلحات علمائنا القدماء كما كانوا يتكلمون وكما يدرس علماء التجويد. الشجرية ثلاث أحرف، الجيم والشين والضاد، لأنها من شجر الفم أي مفرجه، مفرج الفم. نعم. الأسلية ثلاثة الصاد والسين والزاي، لأنها تخرج لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان، مثل الأسل الرمح مثلا. نعم. يعني تشبيه. نعم. نعم، هو مأخوذ من الأمور الواقع. نعم. الأمور يعني في الأصل الاسم يكون من الأمور الحسية أولا، ثم بعد ذلك الأمور المعنوية تأتي، لكن الأصل الأمور الحسية تكون أولا. نعم. الموضع الخامس الحروف النطاعية، بكسر النيني النوني وفتح الطاء، الطاء والدال والتاء. النطع
العلماء قالوا نضع الغار الأعلى هو سقفه، يعني سقف الفم. سقف الفم، سقف الفم. نعم. نطعي. نعم، هو أدخلوا معها، أدخل معها الخليل بن أحمد الضاد. نعم، وهذا قال به ابن سينا بأن الضاد من مخرج الجيم، يعني من مخرج الجيم، كلام من القرن الخامس الهجري. نعم. اللثوية ثلاثة أحرف، الضاء والذال والثاء، وإن كانت عند المحدثين من وعند كثير من القدماء أيضا من بين الأسنان. الذلقية أو الذلقية أو الذولقية، ثلاثة أسماء لمسمى واحد، الراء واللام والنون. الشفهية أو الشفوية، الفاء والباء والميم. الجوفية أو الهوائية، هي حروف المد الثلاثة، ألف المد وواو المد وياء المد. الألف طبعا تكون ساكنة قبلها مفتوح، الواو لابد أن تكون ساكنة قبلها مضموم، والياء لابد أن تكون ساكنة قبلها مكسور. نعم. الآن دكتور يحيى، نأتي إلى سؤال مهم يتعلق بصفات الحروف. ما صفات الحروف عند علماء التجويد؟ صفات الحروف منها ما هو صفة لها ضد، ومنها ما هو صفة ليس لها ضد. وصفات الحروف مبحث من أهم مباحث علم التجويد، التي هي التي تميز المخارج، حيث كثير من الحروف تتفق في المخرج، ولكن تأتي الصفة هي التي تميز الحرف عن أخيه. فمثلا التاء والطاء مخرجهما واحد، ولكن الصفات التي خلقها الله عز وجل في الحرف وجعلنا ننطقها بهذه الصفات تميز الطاء عن التاء. فالتفخيم في الطاء، القلقلة في الطاء تميزها عن التاء، فبالتالي خرج عندنا تاء طاء. فعلم الصفات أو مبحث الصفات من أجمل وأدق وأعمق مباحث علم التجويد، وهو الذي يحافظ لنا على الحرف وعلى مخارج الحروف، ويحافظ لنا على تميزها. يعني مثلا الجهر والهمس، هذه الصفات. نعم، العلماء يقسمونها إلى قسمين، يقولون هناك صفات لها ضد وهناك صفات لها ليس لها ضد. فعندنا مثلا الجهر وضده الهمس، وعندنا الاستعلاء، وعندنا الرخاوة، وعندنا الشدة، وهكذا. لذلك ابن الجزري لخصها فقال صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، ثم بدأ يذكر ضدها، فيذكر كل صفة وما يقابلها من الحروف. بشكل تبسيطي، حروف اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون حروف شديدة أو أن تكون حروف رخوة. وقال العلماء هناك حروف بينية بين الشديد وبين الرخو. فالصفات التي لها ضد هي يعني إما حروف اللغة العربية أن تكون صفات جهرية أو تكون صفات شديدة أو رخوة، ممكن أن تكون يعني متوسطة بين الشدة والرخاوة. نعم، العلماء يقولون هناك شدة وهناك رخاوة، وهناك صفات بينية. لين عمر، هذه صفات بينية أو الحروف البينية اللي هي بين الرخو والشديد، وبين الرخو والشديد لين عمر. فحروف اللغة العربية مثلا هناك حروف الاستعلاء يقابلها حروف الاستفال. الاستفال ضد الاستعلاء. بتعبير آخر، حروف التفخيم حروف الترقيق. مثلا حرف مستعل وحرف مستفل دكتور. مثال على ذلك القاف. القاف يستعلي اللسان عند نطق القاف. قا. بينما الذال مثلا يستفل اللسان. السين يستفل اللسان. ما معنى يستفل؟ أي ينزل إلى أسفل الفم. الاستعلاء أي اللسان يستعلي إلى الأعلى. فهذا بأسلوب تقريبي حتى يستوعبها المشاهد العادي. حروف تكون أقوى دكتور، يعني مثلا تجتمع فيها جهر واستعلاء واستطالة. نعم، هناك كلما جمع الحرف بين صفات القوة يكون أقوى. فمثلا الطاء توصف بأنها مقلقلة مفخمة وأنها مستعلية، ففيها صفات القوة. صحيح. بينما مثلا نجد السين، الشين فيها صفات الضعف. الفاء ضعيفة. نعم. أيضا. نعم. والفاء ضعيفة. فتح الله لكم دكتور. قبل الفاصل دكتور حمدي، سؤال مهم جدا سنستفيض فيه في أسئلة لاحقة. ما مخرج الضاد أولا؟ الضاد في العربية. نعم. في الحقيقة هذا الصوت أو هذا الحرف كما يسميه علماؤنا القدماء من أعسر الحروف نطقاً،
ولذا تخبط فيه كثير من الناس، ووضعت فيه كتب وضعها العلماء في الفرق بينه وبين حرف الظاء لنطق كثير من الناس، بل إن ابن جني نص على أنه توجد لغة من لغات العرب تنطق الضاد ظاء على سبيل التوسع، لكن هذا بالنسبة للغات العرب. هذا يعطي حجة خاصة لنا. لا هذا نعم. وهو اللغات فيها متسع، لكن اللغات فيها ما هو مستحسن وفيه ما هو مستقبح، ولذا قالوا اللغات المذمومة، ودخلوا فيه الكشكشة والكسكسة والشنشنة، فهذه لا ينطق بها في القرآن الكريم ولا اللغة الفصحى عند الفصحاء. فالضاد ما من بين أول حافة اللسان وما يليها من الضراس مخرج الضاد عند سيبويه وابن جني وغيرهم وغيرهما من سار على سيرتهما. يعني حافة اللسان هو إما من ناحية حافة اللسان مع موازاة الأضراس من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال أم من الاثنين معا؟ أم الاثنين صعب. نعم يعني الاثنين ربما أصعب. والله كان سيدنا عمر رضي الله عنه ينطقها من الاثنين. من الاثنين. نعم. لذلك بعض القراء يعني يميل بفكه هكذا مثلا تراه يعني على أنه ينطق من اليمين أو ينطق من الشمال على ما تعود، لأن نطقها الصحيح يأتي بالتمرين وبالتدريب وعن طريق المشافهة على يد المشايخ لا يكون هكذا. ولكن لدينا مشكلة نحن العراقيين في نطق الضاد من القديم، تنطقونها ضاء. ضاء نعم. سنبحث ذلك أيضا دكتور. ولكن مشاهدينا الكرام نتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر كعبي بن زهير وقصيدة البردة، فلنتابع. كعب بن زهير، قصيدة البردة. كعب بن زهير رضي الله عنه هو الصحابي الجليل، أحد فحول الشعراء المخضرمين، أبوه زهير بن أبي سلمى المزني، الشاعر الجاهلي المعروف. قدم كعب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلماً وأنشده قصيدته، فكساه النبي بردته وهي كساء يلتحف به. قال في لاميته المشهورة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل، تسعى الوشاة جنابيها وقولهم: إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نغمات قيله القيل، إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجة سرابيل، لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع الأصوات اللغوية بين علماء اللغة وعلماء التجويد. دكتور يحيى الغوثاني، تحدثنا مع الدكتور حمدي قبل الفاصل عن مخرج الضاد في العربية. ماذا تعرف دكتور، كيف نفرق بين الضاد الضعيفة أو الضاد الضائية؟ عند علماء اللغة أو عند القبائل العربية أثر نطق للضاد بعدة أساليب. فهناك الضاد الضعيفة التي هي ليست ضادا فصيحة كضاد القراء التي ينطقونها وتلقوها عن شيوخهم، وليست ضاء التي تسمى الضاء المشالة التي لها ألف على الضاد. فبعض القبائل، وهذا شيء طبيعي جدا، بعض القبائل تنطق الضاد قريبة من الضاء، وبعضهم ينطقونها ضاء، وهذا النطق مستمر في القبائل إلى يومنا هذا. لو أتينا إلى بعض البلاد العراقية أو الحجازية أو اليمن أو بعض البلدان ينطقونها بهذا الشكل. ولكن لابد هناك من أمر مهم، وهو أن نفرق بين الضاد عند القبائل وما يجوز نطقه عند القبائل، وبين ما يجوز نطقه عند أهل التجويد. فعندنا معشر أهل التجويد الضاد الفصيحة هي التي تخرج مما يلي الأضراس بصفات محددة وباستطالة محددة وبنطق محدد يحافظ عليه علماء التجويد بدقة، فلا ينطقونها لا دالا مفخمة ولا قريبة من الضاء ولا ضاء، وليس فيها صفير كبعض الأعاجم الذين ينطقونها، ولا الظالين يضعون فيها شيء من الصفير، ولا تكون ضعيفة. ولمزيد من التوضيح، الضعف في الضاد هو أن يضع الإنسان اللسان يعني ضعيفا على الأضراس، أن يلصق الإنسان لسانه على الأضراس، بينما علماء التجويد يقولون لابد من ضغط يسير حتى ينحبس الهواء. وهذه الاستطالة؟ نعم، هذه الاستطالة. فالاستطالة أن يحدث هناك ضغط على الضاد فيستطيل الصوت على حافة اللسان فتخرج هذه الضاد الفصيحة، ومن هنا تتميز لغتنا بأنها لغة الضاد. لغة الضاد. وأهم صفة للضاد هي الاستطالة، يعني مثلا لو تلوت الآن ولا الضالين لكي نبين الاستطالة. نعم، إذا قلنا فضل في الساكن تظهر الاستطالة أكثر. فضلا من الله، فضلا، فضل هذه الاستطالة، هذه العملية هي الاستطالة. نعم. بينما لو قلنا فضلا فض خرج عندنا صوت فض، هذه الضاد الضعيفة التي يعني ينادي بها اليوم بعض علماء الصوتيات ويقولون عن ضادنا ضاد القراء هذه ليست فصيحة. نقول لهم لا، الضاد عند القراء هي الضاد الفصيحة التي ينطقها كبار القراء كالشيخ الحصري والشيخ المنشاوي، هؤلاء هم الثقات وهم الذين تلقوها عن شيوخهم ضادا فصيحة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يمنع أن هناك ضادا ضعيفة اللي هي ولو أو هكذا الضاد بهذا الشكل عند بعض القبائل، فنحن لا ننكر وجودها في بعض القبائل، ولكن ليس كل حرف أو كل صوت ينطق عند بعض القبائل بهيئة ما يجوز قراءته في القرآن. لابد أن نفرق بين هذين الأمرين. نعم دكتور حمدي، هل الضاد الدالية الشديدة يعني لها أصل في القديم أو الدال المصرية؟ يعني العلماء في دراستهم للضاد في العصر الحديث بدأوا يقسمون البلاد العربية في نطقهم للضاد، منهم من ينطقها ضاء، ومنهم من ينطقها زايا، ومنهم من ينطقها دالا، ومنهم من ينطقها دالا مفخمة. فقالوا بأن المصريين ينطقونها دالا مفخمة أو دالا شديدة، لأن الدال من حروف الشدة، أجدك قطبت عند القدماء، والمحدثون بدل الجيم وضعوا الضاد وقالوا أضدك قطبت، قالوا الضاد شديدة. هل الضاد الشديدة نطق الضاد التي ينطقها أهل مصر؟ طبعا لا نقول بأنها تنطق في القرآن الكريم، القرآن الكريم له سنده وله اتصاله ولا بد فيه من المشافهة، وهذه المشافهة فيها تواتر يأخذه الطالب عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل عليه السلام.
بهذه الكيفية، لكن نقول على ما قال به علماء العربية المحدثون ويتكلم به الناس بعيد عن أمور القراءات. يعني مثلا المغيرة بن شعبة، يعني الأغلب العجلي، الشاعر الأغلب العجلي المتوفى سنة 19 من الهجرة، يقول: أرجزا تريد أم قصيدة؟ لقد سألت هينا موجودا. وروى الفراء: أم قريضة؟ بدل قصيدة قال قريضة. أم هكذا بينهما تعريضا؟ كلاهما أجيد مستريضا. الأصل القافية تكون على حرف واحد، يعني هنا نجد قصيدة موجودة ثم تعريضا مستريضا، يعني كانت ضادا في الأصل، يعني الضاد في الأصل، نعم، دال دلالة على أن الضاد مثل الدال شديدة، وإلا ما تعاقب ما حدث تعاقب بينهما، لأن التعاقب يعني نفس الصفة. نعم. ثم إن ابن سينا المتوفى سنة 28 و400 من الهجرة يقول بأن الضاد من الحروف الشديدة، لا أتكلم عن، لكن أقول جزء من كلامه: وأما الضاد فإنها تحدث عن حبس تام عندما يتقوم موضع الجيم. يعني حبس تام، هذا الحروف الشديدة، الحروف الرخوة لا يكون فيها حبس تام، وإنما يكون فيه حبس شبه تام، أنه في فرجة يسيرة في المخرج تجعل الهواء يحتك، ولذا المحدثون سموها الحروف الاحتكاكية. الرخوة عند القدماء، المصطلح عند المحدثين احتكاكية، الشديدة عند القدماء انفجارية عند المحدثين. نعم. أيضا ولذا يقول: والحروف المفردة، والحروف بعضها في الحقيقة مفردة، وحدوثها عن حبسات تامة للصوت أو الهواء. الحروف المفردة ما هي يا ابن سينا؟ قال: هي الباء والتاء والجيم والدال والضاد أيضا من وجه. وهذه الباء والتاء والجيم والدال من حروف أجدك قطبت، اللي هي الحروف الشديدة، الحروف اللي يسمونها الانفجارية. أيضا ذكر صفة أخرى غريبة جدا ذكرها ابن سينا، بأن الضاد نفى عنها صفتي الرخوة والاستطالة. نفى الاستطالة، صفة الاستطالة والرخاوة في زمانه، يعني قبل 1000 سنة كان الناس ينطقون ضادا بهذه الكيفية، يعني الضاد الموجودة متوارثة من قديم الزمان. لكن لا أقول بأن هذا النطق لابد أن يكون في القرآن الكريم، وإنما أعرض للضاد الشديدة، وأن لها 1000 سنة يتكلم بها العرب، لكن نطق الضاد في القرآن الكريم لابد فيه من المشافهة، ولذلك قالوا: لا يؤخذ العلم من صحفي أو صحفي على اختلاف، ولا القرآن من مصحفي. يعني لابد من التلقي سماع. نعم. وهنا نسأل دكتور يحيى: ما حكم صلاة من أبدل الضاد ضاء، يعني أبدل أحدهما مكان الآخر؟ نعم، باعتبار أن الضاد موجودة في سورة الفاتحة، والفاتحة من أهم أركان الصلاة، فلذلك العلماء اختلفوا فيها، فهناك من هو متشدد في الموضوع وقال: القاعدة أن إبدال حرف بحرف تبطل به الصلاة، وبالتالي من أبدل الصاد الطاء أو الطاء صادا تبطل صلاته، وكذلك من أبدل غير المغضوب فقرأ غير المغضوب تبطل صلاته، أو ولا الضالين تبطل صلاته. هذا رأي متشدد في المسألة، بل هو رأي قوي ورأي مذهب معتبر من مذهب الشافعية وغيرهم. قالوا: لأنه الضالين من الظل والضالين من الضلال، فعندما أنطقها ضاء تتغير مادة الكلمة تماما ويتغير معناها، فبالتالي أنا أحرف كلام الله. هذا أقوى الأقوال. وهناك قول بأن الصلاة لا تبطل لأنه مما يعم به البلاء، وهناك قول معتدل أن من تعمد ذلك وكان يستطيع نطقها تبطل صلاته، ولكن من لا يستطيع نطقها كبعض الأعاجم
إن شاء الله صلاته صحيحة. سأعود إليك في سؤال أخير أيضا دكتور يحيى. دكتور حمدي إن سمحت في دقيقة واحدة نختصر هذا السؤال، ما السابق من الحروف والحركات عند اللغويين وعلماء التجويد؟ سؤال جدلي. عرض نعم هو سؤال جميل وفلسفي في آن واحد، وعرض له علماء العربية من قديم من زمن ابن جني، وعرضه علماء التجويد كمك بن أبي طالب في الرعاية، وأخذها عنه ابن الجزري، يعني في ثلاثة أراء. قالوا الحركة قبل الحرف، وهذا غير مأخوذ به وغير معتبر، لأن العربية لا تبدأ بمتحرك. كيف تسبق الحركة؟ لا تبدأ بحركة، يعني تبدأ بحرف صامت. يعني كيف أبدأ بفتحة أو كسرة أو ضمة قبل أن أبدأ مثلا الباء أو التاء مثلا بي يعني حتى عندما أكتب باء ثم الكسر تلحق الحركة. المذهب سيبوي وهو الراجح بأن الحركة بعد الحرف، ولذا تمنع يعني مثلا ما داد لا هنا في دال ولا يتم فيه إدغام. لو كان بين المثلين الحركة قبل الحرف كان تم إدغام، لكن عدم وجود إدغام دلالة على أن الحركة بعد الحرف. الرأي الثالث بأن الحرف والحركة ينطقان معا، وهذا رأي غريب حقيقة، كيف الله أعلم، لكن الرأي الراجح المأخوذ به عند اللغويين وعند كثير أو جمهور القراء بأن الحركة بعد الحرف. أخيرا دكتور يحيى لو سمحتم باختصار، ما فائدة معرفتنا لمخارج الحروف وصفاتها في الحياة اليومية، وما نصيحتكم أيضا لتحسين مخارج الحروف وصفاتها؟ مخارج الحروف يحتاجها كل من ينطق الصوت حتى غير العربية. مخارج الحروف لو تقدم شخصان إلى وظيفة من الوظائف سنجد الذي يتمتع بمخارج الحروف بشكل جيد يقدم على غيره، فيحتاجها من يتقدم إلى أي عمل أن تكون مخارج حروفه أفصح من غيره، لأنه يفصح عما في داخله. الذي يلقي كلمة أمام الجمهور يحتاج إلى مخارج الحروف، الذي يغني يحتاج إلى مخارج الحروف، الذي ينشد يحتاج إلى مخارج الحروف، الذي يلقي شعرا يحتاج إلى مخارج الحروف. المذيعون في القنوات الفضائية الذين يتمايزون عن بعضهم ويتميزون بفصاحتهم ونطقهم هم الذين أتقنوا دراسة مخارج الحروف، ولذلك تجدون أن المذيع الفلاني في القناة الفلانية متميز بشكل كبير جدا، لأنه أتقن مخارج الحروف وتلقاها عن خبير بذلك. كيف نطور؟ فمجالته واسعة جدا. نعم باختصار شديد دكتور عفوا، كيف نطور نحسن مخارج الحروف؟ نعم هناك يعني أساليب كثيرة لتحسين المخارج، من أهمها تلاوة القرآن الكريم وقراءة قصار السور. يعني تخيل أقصر سورة في القرآن الكريم أو من قصار السور، قل أعوذ برب الفلق، عندما ألقنها لطفلي لاحظ قل أعوذ برب الفلق، تعلم على نطق القاف، وأكثر الأطفال ينطقون الفلك، القاف لا ينطقونها فصيحة. فأنا عندما أدرب طفلي الفلق قلقلة وقاف مستعلية جميلة، من شر ما خلق، شوف الخاء واللام والقاف، خلق بدأ يميز بين الحروف، ومن شر غاسق إذا وقب، شوف كلمة غاسق هذه إنها تحرك العضلات الموجودة في اللسان والتي عادة لا يحركها أي طفل إلا إذا قرأ كلمة من غاسق إذا وقب، لاحظوا القاف والباء وغاسق. فقراءة قصار السور وتدريبها للأطفال تخرج لنا جيلا مخارجه جميلة، نطقه جميل، يستطيع أن يعبر عن فكرته بشكل واضح وبصوت مسموع للجمهور. بارك الله بكم ونفع بكم دكتور. نشكر إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا، نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول دكتور يحيى الغوثاني، الباحث في الدراسات القرآنية. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى. بارك الله فيكم، حياكم الله، سعدت صحبتكم وحياك الله. أما الآن مشاهدينا الكرام نبقى مع فقرة من الذاكرة ومشهد يخص فتح همزة أن. كتاب أن المفتوحة الهمزة وجوبة. كتاب جميل ظريف ومفيد، ويمكن تلخيصه بكلمتين، تكون همزة أن مفتوحة وجوبا
إذا أمكن تأويلها هي واسمها وخبرها بمصدر. أعترف لك أني لم أفهم شيئا. أسعفيه بالشواهد يا آنسة قواعد. شواهد من القرآن الكريم على همزة أن المفتوحة وجوبة. حبا وكرامة يا سيد بصير. قال الله تعالى في كتابه العزيز مخاطبا رسوله الكريم: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. والتأويل: أولم يكفهم إنزالنا الكتاب عليك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل أوحي إلي استماع نفر من الجن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. ومن آياته رؤيتك الأرض خاشعة. آمنت بقدرة الله. ومنه قوله تعالى للمشركين: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. ولا تخافون إشراككم بالله. كل هذه الشواهد يجب أن تفتح همزة أن، لأنه يصح أن يقوم مقامها ومقام معموليها مصدر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوان هذا الأسبوع: علم المناسبة. نبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم إذن من جديد مشاهدينا الكرام في البيان القرآني. دكتور، نبدأ بعلم المناسبة. ماذا يعني هذا العلم وما فائدته؟ هذا العلم يعني نتكلم فيه الآن لأنه من وسائل شرح المتشابه اللفظي. وعلم المناسبة هو علم مختص بالترتيب، يعني يختص بترتيب الآيات وترتيب السور والعلاقة بين أول السورة وآخر السورة، العلاقة بين مطلع السورة ومضمون السورة، العلاقة بين مطلع السورة وآخر السورة، العلاقة بين مطلع السورة وفاتحة السورة وآخر السورة التي قبلها، وهكذا. وفائدته إيجاد لحمة أو تعريف المتعلم أو القارئ لترابط القرآن الكريم وأنه كالكلمة الواحدة، ما يسمى وحدة الموضوع في المصطلح. نعم، هكذا يقولون في النقد الحديث. نعم، النقد الحديث، النقد الحديث ما موضوع وحدة الموضوع أو وحدة النص، لكن هذا يسمونه علم المناسبة. يبين لنا الترابط، يبين لنا التلاحم بين القرآن من أوله إلى آخره. طيب، ما أقسام علم المناسبة دكتور؟ أقسام علم المناسبة في قسمان كبيران، وفيه تفصيل في هذين القسمين. يعني ابن أبي الأصبع المصري قسمه إلى يعني قسم مناسبة من حيث اللفظ ومناسبة من حيث المعنى. مناسبة من حيث اللفظ مثالها، بدلا من التعريفات التي تتعب المشاهد، يعني قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار، أتبعها بقوله: وهو اللطيف. لأن الذي لا يدرك لطيف، وهو يدرك الأبصار، أتبعها بقول الخبير، لأن الخبير يدرك الأبصار. مناسبة، مناسبة، مناسبة بين الأمرين من حيث المعنى. نعم، من حيث اللفظ في يعني إما أن تكون يعني تامة أو غير تامة. يعني مثلا في القرآن الكريم في سورة قاف، في أول قاف: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. مجيد، عجيب، مناسبة من حيث اللفظ، غير تامة. غير تامة، قريبة. نعم. يعني نعم. لكن الحديث الذي كان يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم، الرقية التي كان يرقي بها الحسنين رضي الله عنهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لامة، الأصل ملمة،
ملم من ألم، ألم يلم فهو ملم، ملم لكن هنا لام من أجل المناسبة اللفظية تقفية أو نعم قريبة ما يسمى بالسجع. يعني دكتور لا أعلم إن كان صحيحا كقوله تعالى في عيشة راضية، راضية هنا بمعنى مرضية. نعم لكن نعم. تأتي بهذه الأمور طبعا السيوطي فصل هذا الأمر وجعلها في ثمانية أنواع، يعني بمناسبة ترتيب السور القرآن الكريم وحكمة وضع كل سورة منها، بيان أن كل سورة شريحة لما أجمل في السورة التي قبلها، وجه ترابط فاتحة كل سورة بخاتمة التي قبلها، مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له هو ما يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلال، مناسبة أوائل السورة لأواخرها، مناسبة ترتيب آيات القرآن الكريم، بيان فواصل الآيات ومناسبته للآيات للآية التي ختمت بها، مناسبة أسماء السور لها. نعم يعني المناسبة بين اسم السورة لمضمونها دكتور. نعم. مثلا يعني نأخذ مثالا يوضح الأمر بدلا من الكلام الكثير. يعني لو أخذنا سورة الفاتحة سميت بالحمد. نعم. لماذا؟ أول يعني الآية الثانية أو عندما القائلين بأن الآية الأولى منها الحمد، فهنا اسم السورة الحمد وبدأت بالحمد عند القائلين بأن أول الفاتحة الحمد، كما يقال الأعراف الأنفال التوبة، فاتحة الكتاب لأنها في سميت بذلك لأنها تفتتح قراءة القرآن بها لفظا، وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطا، وتفتتح بها الصلوات. أم القرآن، الأم يعني الأصل. نعم سميت بهذا الاسم لأنها أوله ومتضمنة لجميع علومه، ولأن أم الشيء أصله، المقصود من كل القرآن تقريره أمورا أربعة هي الإلهيات، المعاد، النبوات، إثبات القضاء والقدر لله تعالى. وكل هذه الأمور يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يدل على الإلهيات. قوله مالك يوم الدين يدل على المعاد هو يوم القيامة. نعم إياك نعبد وإياك نستعين يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يدل أيضا على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات. سميت أيضا القرآن العظيم، سميت الصلاة من الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين أي الفاتحة، وسميت الأساس لقول ابن عباس أساس القرآن الفاتحة، سميت الوافية لأنها لا تنتصف تقرأ كاملة. كل هذا أسماء سورة، أسماء سورة الفاتحة. الكافية أم القرآن، والشفاء لأنها شفاء من كل داء أو من السم كما في الحديث. نعم سنكمل دكتور في علم المناسبة مشاهدينا الكرام، نتوقف الآن مع فقرة صحيح القول وعنوانها هذا الأسبوع الجهر والهمس. الجهر والهمس. الجهر هو منع جريان النفس مع الحرف لقوة الاعتماد عليه، وهو من صفات القوة، وضده الهمس. وحرف الغين من الحروف المجهورة، ويخطئ بعضهم عند النطق به مهموسا ليتحول إلى صوت الخاء المهموس نحو اغتيال واغتصاب، فينطقها بعضهم هكذا اغتيال واغتصاب، والصحيح اغتيال واغتصاب بإيضاح صوت الغين وصفته المجهورة. وحرف الفاء من الأحرف المهموسة، ولا وجود للنظير المجهور لهذا الصوت في العربية، وإنما يوجد في اللغات الأجنبية كالإنجليزية، وهو صوت ذي، وصفته الصوتية هذه تخالف صوت الفاء المهموس لأنه أي الفي مجهور نحو تفجير استفزاز وفد، فينطقها بعضهم هكذا تفجير استفزاز وفد، والصحيح تفجير استفزاز وفد بإيضاح صوت الفاء وصفته المهموسة وهو أضعف الحروف.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وما زلنا في فقرة البيان القرآني، وموضوعنا هذا الأسبوع علم المناسبة. دكتور، وصلنا إلى مناسبة مطلع السورة لمضمونها. نعم، أهل البيان يقولون من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام، فإن كان أول الكلام مؤنقا رائقا استمع إليه المخاطب في عموم الكلام. في عموم الكلام ده في عموم الكلام. نعم، والقرآن الكريم أتى على أبلغ هذه الوجوه لأنه كلام الله عز وجل. لنأخذ يعني مثالا في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية تعد مجملة لما ورد من تفصيل في السورة كلها بعد ذلك، فهذا ما يسمى حسن الابتداء. نعم، يعني حسن الابتداء، يعني ولذلك في خطبة الجمعة يقال للخطيب لابد أن يأتي في المقدمة بآية أو بحديث أو بقول مأثور يبين للمخاطب أو للمستمع ما سيقوله في الخطبة، فيأتي بشيء مجمل يفصله بعد ذلك في خطبته. ولله المثل الأعلى. القرآن الكريم هنا هذه الآية ما أتى بعدها في السورة من أمور المواريث ومن أمور وغيرها مناسب لهذا المطلع. وكذلك نجد في السور المبدوءة بحروف المفردة أو الحروف المقطعة، مثلا سورة قاف أغلب ما فيها أتى فيه قاف، مشتمل على حروف قافية كثيرة. ثم قالوا، هذا من ناحية الشكل، من ناحية المعنى قالوا: وكل معاني السورة مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح. سبحان الله، يعني يناسب ما ابتدأ مطلع السورة، مطلع السورة قاف، حرف القاف، حرف القاف ناسبه. تجد الكلمات كثيرة جدا، لن أريد أن أطيل، يعني تلقي الملكين، القرب من ابن آدم، قول العتيد، ذكر الرقيب، السابق، القرين، الإلقاء في جهنم، التقدم، ذكر المتقين، ذكر القلب، تجد قاف 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 قاف، هذا من ناحية شكلية. نعم، المعنى أيضا معنى ما في صفات القاف موجود في معاني السورة، أمور الشدة. نعم نعم، ما 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 في يعني صفات شدة، في شدة، جهر، قوة، يعني في قهر. ولذلك في موضوع عندما كنا نطلب من الطلاب في تحليل النصوص الأدبية، نقول لهم من ناحية صوتية استخرج لي، انظر أكثر الحروف تكرارا في القصيدة، وانظر هل هذه الحروف التي وردت أو أكثرها تكرارا صفاتها تتناسب مع الموضوع العام للقصيدة. إن كان يتناسب مع الموضوع العام في القصيدة فيكون الشاعر من الشعراء المجيدين، لأنه أتى بالألفاظ التي تناسب مضمون كلامه. هذا يسمى الإيقاع في القصيدة. نعم، فهذا قمة الإيقاع. أيضا من النواحي المناسبة أيضا في سورة صاد. صاد بدأت بصاد، نجد فيها كثير من الخصومات، يعني الكلمات اللي اشتملت على صوت الصاد، فهذا فيه ترابط أو تماسك من ناحية الشكلية. وطبعا ستجد فيه مناسبة أخرى من ناحية المعنوية، ما في الصاد من تفخيم، ومن حروف سكتة في حثة وشخص همس وغيرها، تجد فيه هذه الصفات تتمثل في الموضوع العام للسورة. نعم. أما دكتور، ننتقل إلى مناسبة معنى أول السورة، أول السورة لآخرها. نعم، هذا يعني يمثله عند البلاغيين ما يسمونه رد العجز على الصدر. العجز يعني الآخر، الصدر عن الأول. يعني نأخذ بيتا شعريا نوضح به الأمر. زهير بن أبي سلمى يقول: سئمت، بدأ البيت سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسأمي. سئمت يسأمي، فهنا يسأمي رد العجز على الصدر، تناسب بين النهاية والبداية. نجد هذا موجود في القرآن الكريم، يعني في كثير من المواضع،
في أول سورة في سورة القصص بدأت بقصة مبدأ أمر موسى عليه السلام ونصرته وقوله فلن أكون ظهيرا للمجرمين وخروجه من وطنه ونصرته وإسعافه بالمكالمة، ثم ختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم بأن لا يكون ظهيرا للكافرين وتسليته بخروجه من مكة والعود والوعد بعوده إليها بقوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهنا في رد العجز على الصدر، وإن كان اختلاف الاسم النبيين لكن المنهجين هناك مناسبة بين نعم مطلع السورة وآخر السورة. نعم هكذا نعم نعم سورة المؤمنون نعم الزمخشري يقول جعل الله فاتحة سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وأورد في خاتمتها إنه لا يفلح الكافرون. فلاح إثبات للمؤمنين في البداية ونفي عن الكافرين في النهاية، فهنا التقابل أيضا من أمور المناسبة نعم من أمور التماسك أو أمور الترابط نعم ما يسميه العلماء نعم. دكتور بهذا ينتهي الوقت عذرا لك. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة غريسون التركية. مسك الختام مشاهدينا الكرام سيكون مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع شيخ القراء من الجزري. نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله. ابن الجزري شيخ القراء العلامة الثقة الإمام الحافظ أبو الخير محمد الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر شمال الموصل. ولد ونشأ في دمشق الشام وفيها حفظ القرآن وأكمله وهو ابن 13 عاما، وأصبح عالما في شتى العلوم فصيحا بليغا. شيوخه كثيرون ومن شتى الأمصار أبرزهم من دمشق العلامة أبو محمد بن سلار، ومن مصر الشيخ أبو بكر بن الجندي، ومن المدينة المنورة الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح الخطيب. أخذ العلم عن الإمام ابن الجزري رحمه الله كثيرون، منهم ابنه أبو بكر أحمد بن الناظم الجزري، ومحمود بن الحسين الشيرازي، وعبد الدائم بن علي الأزهري، وعثمان بن عمر الناشري وغيرهم. كان رحمه الله غزير الإنتاج في ميدان التأليف في أكثر من علم، تجاوز عدد مصنفاته 90، ولكنه اشتهر بعلم القراءات والتجويد، وأهم كتبه منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه المشهورة بالمقدمة الجزرية، وتحبير التيسير في القراءات العشر، والنشر في القراءات العشر، ومنجد المقرئين ومرشد الطالبين، وإتحاف المهرة في تتمة العشرة، والتمهيد في علم التجويد. توفي الإمام ابن الجزري رحمه الله سنة 33 من الهجرة بمدينة شيراز في إيران عن عمر ناهز 82 سنة.